شكرا لك حنان. انت دابا هما الرجال تيشكوا من العياله، دابا انت نوبتك باش تشكي من راجلك اللي ما كيعرفش، عارف غير يتزوج، عارف غير يولد، ولكن ما كاينش حس المسؤوليه. السيد ما كاينش في هذا العالم. والمشكله ان كانت عندكم بنيه اللي عندها سرطان في العين، هو كانه ماشي معني بديك البنيه نهائيا. عاودي لي القصه ديال هذا الراجل. انا بحال اي بنت مده 4 سنين وانا معقولي 3 سنين ونص. المهم صافي تعلقت به الحب الاول. هو حتى هو كيقول لك انا الحب الاول، حيت هو كان اصلا ما كيعرفش يحب، يعني يا بليا قال لك شافني انا عاد حب. ياه. ولكن عذبني. كوني صاحبي انا الحب بحال هكا ما ناقص. المهم دوزت معاه قلت لك 3 سنين ونص، دارنا ما بغاوش، قالوا لي هو على قد الحال، وانا كنت مفشه واخا دارنا على قد الحال. المهم فشني. قالوا لي راه ما غاتعيشيش، راه ما غاتصبريش، راه ما غاديش تعيشي زعما مع داك السيد. مدة دوزت معاه 3 سنين ونص. ولكن عائلتك ما كانوش تما عايشين معاه؟ لا ما عارفينوش. هو على حساب، ولكن توسموا انه السيد ما فيهش الخير. حيت كاع حنا ملي كنكونوا دابا انا نقدر نشوف واحد نقول لك هذا خايب ولا مزيان، حيت مع التجربه ومع كتولي ام كتولي تعرفي بنادم غير في وجهه. لا ولكن قلتي قبل واحد القضيه، قلتي الحب الاول. هو انا تعلقت بي وقالت له لا يطيح حبك على حجره ومريت الحب عليا. يعني ما كيبقاش انسان كيبغي شي واحد ما تيبقاش يشوف كاع الكفويات ديالو. ولكن عائلتك والناس كيقولوا اش بغيتي في هذاك ولا هي اش ولا هو اشنو بغى فيك؟ ايه صافي خدي جا خطبني من الدار وخا دارنا. قالوا لي لا انت ما جبتيش داركم، خصك زعما تجي داركم. قلت لهم لا بغيتو. وعلاش دارهم ما بغاوش يجيو؟ ما بغاوش. كانوا كيشوفوني معاه في الزنقه كيقول لي زعما ديك ما تليقش لك، يعني البنت اللي كتهضر مع دري ما تليقش لك. وخديته يعني تزوجنا، ضربنا الصداق، جاو دارنا داروا لي انا حفله بان ما خصهمش يصيفطوني بلاش. كريت هذاك الساعه انا وياه في واحد الدار غير بيتو كوزينه ب3 شهور. كلينا 3 شهور بقى كنا عايشين مرتاحين. كان عندنا واحد الفكره بان انا السبب باش خرجتو من دارهم. قلت انا نكافح ونمشي ونحاول نمشي عند مور راضيه، حيت مو قلت لك تنعرفها. مشيت هزيت بيجامه من الحويجات اللي جابوا لي الناس درتها في بلاستيكه وقلت نمشي ندق. دقيت عليها وداك الشيء قالت لي، قلت لها راه جيت عندك؟ قالت لي وفي اخبار؟ قلت لها لا. قلت لي المهم حنا غنعيطوا ليه. قلت لي وقسي تعشاي، عيطوا ليه تعشينا. اذا قبلاتك مو قبلاتني ديك اللحظه ماشي اللي طلعتها غير هي. واخا قبلتني سطحيا بحال دابا شي واحد كتكوني ما كتحمليش كتقولي غير ندوزها. ولكن يعني مزيان درتي المبادره شويه بشويه غتقبلك. وانا كنت ناويه نبقى ندير حتى تقبل هي بشويه عليا. انا رانا بنادم، انا واحد النهار غنفجر ولكن شويه وغنقول وهذاك الشيء اللي بغى لي الله غنكمل. ايه هما ما بغاونيش نكمل. المهم مشيت ديك اللحظه قالت لي لا غدا وشي سيمانه جات عندي عاوتاني اختو جلست معايا. قلت لي المهم شتناكم زرفتوا على العرس واش زعما حامله واش هادي؟ قلت لها لا. قلت لها راه ما عندي حتى شي مشكل، يا اخي قال زعما راه شي حاجه. المهم دوزنا هذيك، بقينا ساكنين في هذيك الدرجه. واحد خالو قال لينا دار ديال جداه بات مو مات وبقات هذيك الدار الفوقانيه خاويه. قالت لي غتمشي تجلسي فيها. جلست فيها. المهم عطاوني لا سارو لا والو، بقيت جالسه في هذيك الدار. نخرج نتسخر لا تزدح الباب لا كانوا تحتاني نحل، ما كانش خصني صوني عليه يجي يحل لي الباب. المهم يعني ما المهم حملت ولدت هذيك البنيته عندها السرطان. ما هذيك الساعه ما كنتش عارفه. المهم ما كتنعش، ما دي مشي دوزت ليها درت ليها الجلبه اليد نفخات. قال لي الدكتور ديالها سيري شوفي لها شنو زعما عندها. مشيت صيفطوني السويسي، كانت ديك الساعه حمله ديال سرطان الثدي، سبيطار الحومه كلهم عامرين. صيفطوني السويسي، مشيت دار ليها السكاني قال لي عندها سرطان ورا المومه. الحل ديالها خصها تحيد. واخا حنا مازال نكملوا هذه المحنه ديالك مع بنتك اللي عندها السرطان ومع راجلك. شكرا لك على هذا الشيء اللي عاودتي لنا. ملي اكتشفتي بلي البنت عندها سرطان في العين، يعني راسك تخلعي انت وتخلع باها وتهولوا وما تنعسوش وما تاكلوش وتشربوا من بعد ما اكتشفتوا المرض ديال بنتكم. مع الاسف هذا الشيء ما وقعش، انت اللي تهولتي ما وما هوش في العالم. مشى لي الصوت مره. مشى لك الصوت باش؟ بقوة باغا نبكي ما هبطش لي الدموع مشى لي الصوت. صدمتي؟ صافي. يلا كتبت سميتي وسميتها وسميتو فيما كيقول لي فين كتسكني كنعطيه شنو سميت البنت كنعطيه الورقه. قالت لك الهضره قدام الصدمه بنتك. نقدر نهضر. ما هي يلا يلا ولدتي يلا الفرحه الاولى. يلا فرحه على بنيتك. يلا 13 يوم في عمرها. 13 يوم اكتشفتي مرض. 13 يوم. وهو راجل هو المره الاولى بكى لا غدا قالوا لنا خصنا دابا نقرروا بان نحيدوا لا العين. لا غدا جا كيقول لي قدام الناس اللي ناعسين معايا في الصاله انا ديك البنت انا بغيتها تموت. ما عندنا ما نديرو بها خلاها تموت. بحال هو كان بحال انا كنت لعبه. انا دو التفكير اللي كان دابا باقي الان حاليا فيه، بحال انا لعبه وعجبته
بغيت ندوز بيه واحد الوقت وغادي نتلاح. انا ولدت تلصق تاع اللعبه جابت ليه بنت, جابت ليه بنت فيها المشاكل فيها مشكل. هذه هي تفكيري. اللهم تهنى من اللعبه ومن بنتها. باش حيت لا تهنى من هذيك يقدر يتهنى مني. المهم على 27 يوم داروا له التحاليل العين طاحت صافي تلاحت هنايا. قال لي غدا ان شاء الله خصنا ضروري نعطيك ديري تحيديه. وهو علاش ما بغاش البنت دير العمليه؟ واش على الفلوس ولا على شنو؟ عامين هو ببالي. والنهار اللي حيت رجعت عاوتاني معاه ولدت بنيته تقدري تلوميني ولكن ما بقيتش. لا ما كاينلاش اللوم في الحياه هي. رجعت ولدت بنيته وبقى لي ذاك السؤال وقلت لي علاش زعما قلتي لي خليها تموت؟ قال لي انا قلت غتعذب والله ما تموت وحنا باقي صغار نزيدو نولدو. المهم هو جاوبني بحال هكا ولكن هكاك ما اقتنعتش به. المهم دوز 27 يوم قالوا لي غتحيديها ما بغاش. مشيت ديال الدراري الصغار بديت الشيمي صيفطوني لحقوق الاطفال من تما صيفطتني المساعده الاجتماعيه لحقوق الاطفال باش ندير لها حيت قال لي ضروري الدكتور بايسني الا ما سناش يقدر يجي يقول لي البنت ما كانتش مريضه. يعني انا ما عنديش حل. مشيت لحقوق الاطفال قالت لي هذيك البنت راه غادي نضيعوا الوقت راه غيجي واحد النهار تقدري ما تلقاياش. المهم سيري انت ديري مبادره انت. كنت كنعس كنخرج الجمعه في الليل وكنجي نهار الحد في الليل ولا نهار اثنين في الصباح. مشيت عند واحد خالو ورغبتهم قلت لهم شنو؟ قال لي راه جا عندنا وسولنا واش حلال ولا حرام يحيد لها العين. المهم هما داك الناس اللي زعما راه حلال ولا حرام خمار حيت هما عائله راجلين خمار. زعما هادشي ما فيه لا حلال لا حرام راه باينه. الطبيب الا قال لنا السيده خصها دير خصها دير كلهم دايرين خمار. ايه الا قلتي. المهم مشى قلت لي انا واخا تكون حتى حرام نحيدها انا هاد البنت يعني الله عاطيها لي نقدر تعيش. المهم مشيت لدارهم تلاحيت على رجلي المو كنقول لها لا كانت شي حاجه ديريها فيا انا ما نكذبش عليك انا كانت فيا النفس. ولكن في هذيك اللحظه ما بقاش كيبان لي حتى واحد. كنبوس لها في رجلها كنقول لها تعبي علي انا وديري لي انا وخلي هذيك البنت. المهم دخلت رجعت باش فيها الكبده على بنيه ديال 13 يوم ما عندها لا عام ولا 10 سنين. شو سبحان الله هي تركبه هي فاش كانت في كرشي كنت دايرها امي اختي حاليا دايرها هي كلشي. ما نقدرش نتفارق معها. ايوا بنيتك الله يخليها لك بنيتك وتقاتلتي عليها ونضلتي عليها. عندها 6 سنين. الحمد لله. المهم في الاخر درتي العمليه لبنتك. حيدت لها العين. بغى اللي بغى وكره اللي كره. مشيت للكوميساريه مضروبه قال لي سيري ديري شهاده طبيه. رجعت عند الكوميسير كليتي العصا باش ديري باش حيت درتي العمليه. طاحت لي سنه فيها. الكوميسير قال لي هاد السنه راه كنحكموا عليها 3 شهور. غتحيد ليها انا ما قال لي قلت لي انا ما كنطلب منه والو. غير يحيد لي غير البنت العين. قال لي يديه لما سناش رجعي في العشيه. المهم هذاك الكوميسير دار معايا مزيان. قال لي ها سنا لي صافي سنا لي لغدا دخلناها البلوك. المهم درت لها الشيمي عاوتاني 8 حصص من ورا كملت عامين تحكمت لي النفقه ب 2,500,000. لا ولكن شنو طلقتي ولا شنو؟ لا كنت غير داعيه وكندير الدواء. داعيه هو ما ضرب الفقد لا في هو كيحضر في هذيك اللحظه وانا ما كنحضرش كنصيفط على شواهد طبيه. اها حيت كيكون عندي فوز سيمانه ما يمكنش كنحضر. تحكمت لي النفقه ب 2,500,000 داروا لنا جلسه مغلقه قلت فاش ما كان غنحضر. حضرت كنت هذيك الساعه عند المساعده الاجتماعيه كانت لتحت قالت لي طلعي معك البنيته على وعاسه تشوف القضيه دزت عند القضيه. من شافته البنيته تعلقات بيه بقات كتعنق فيه وكتبوس. قالت لي القضيه حشومه عليك راه انت عينها وهذا عينات شنو بغيتي؟ قلت لها انا ما بغيت من هذا السيد والو بغيت عام غنفوتو. المهم عطيني عاد الثقه. قالت لي واش كتحتاجي النفقه؟ قلت لها ما بغيت والو. قالت لي انت عي حاولي. قالت لي انا غادي دايرك زعما قالت لي دايره معك المستحيل. قلت لها يدير لي انا ذو الفلوس اللي خسرت انا بلا الناس. دار لي اعتراف بيدين رجعني لمده 3 شهور. كرالي عاوتاني صدقت حامله بنيته. يلا حيت انا اصلا عندي فقر دو ما عنديش حليل ما كنشربش ديك الكين. حملت بهذيك البنت ما قلت بلا ما ندعي خليتها نولد ولدتها. دازت الشهر مشيت دعيتو نفس القضيه طلقت راسي. انت وليتي بجوج. اه ولكن الحمد لله. اذا غلطتي في هذه التجويجه ديال وانا كون ماشي غلطت انا راه كنقول واقيلا غلطت. لا نرجعوا للدقه الاولى الحب. وي وتيبغيني انا تنبغي تخربيق هذا الشيء. اخذوا في الحاله ديالك. خصوصا المغاربه ديالنا ما كيعرفوش. لا في الحاله ديالك. وانا كنقول انا وليت دابا ولاو كيبان ليا كل شيء. طبعا بعض المرات كنشوف عشي بنتي وشي دار لي وغادا تيضحكوا تقول لها دابا كنبقى نشوف واحد النظره راه كيتفلى عليها. اه صح انا وليت كنقول عندك حكم جاهز على كل شيء اللي غادي راه كيتفلى عليها. صافي نشوف هذيك اللحظه كنقول راه كيتفلى عليها. حيت انت 3 سنين وانت كتكذبي عليه وانت كتكذبي عليه. نمشيو للبحر نخرجوا هكا نمشيو كاين والو حتى شي حاجه كل شيء مشى. مع الاسف حنان تنشكرك بزاف على هذه التجربه اللي عاودتي لنا وبغينا تكون زعما تجربه اللي مفيده للناس اللي كيسمعونا وكل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو.